وليس للموظفين بأداء الخدمات التي تستجيب للمعايير وعلى
سبيل المثال سنقل بعض المقاولات التجارية إلى وزازات لإتمام بعض الأغراض الإدارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ووكالة التحرير لا تتوفر حاليا على مصلحة لهذه القضية. باسمه وصفته أيتها السادات والسادة الحضورين. باسم صندوق الوطني للنظام الاجتماعي وباسم مديرية جهوية لصندوق الوطني للنظام الاجتماعي بجهة قيادة سوسن الصدرة وأعرب لكم عن افتخاري وشعوري وتعاطفي لا محدود مع هذا اللقاء لما فيه من صالح البلاد والعباد، وحضورنا هنا واجب وليس عن اختيار. جيتوك يحدث الأمر بجيتوك تعالي كما كتعرفوا صندوق الوطني للنظام الاجتماعي بالإنشاء ل 1961 وسميت له واحد المهمة جسيمة، كنقول جسيمة لأنه يعني معقول وهي توفير الحماية الاجتماعية لجميع وزراء القطاع الخاص. ماشي الإنسان موضوع الحماية الاجتماعية، لأنه ما معنى الحماية الاجتماعية هو أن الإنسان يجب القطاع الخاص يريد الاستلام ويلقى معاش من اللي يريح بسبب مرض أو بسبب عملية جراحية أو بسبب وعدة صحية. ماشي المقاول يخلصوا بهذيك الحالية بالعقل، ولكن النظام الاجتماعي يخلصوا نيابة عن المقاول. نعم كيبقى ناقصو 70% ديال السداد الدراهم، وما كيفهمش حتى تلاقيت مع ديزاين، تلاقيت مع خرج ولا خرج وعندي كنعرفو بهذي وهذي كيفاش سي 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 الله عطاتنا حنا كنا عندنا الصالير قد وقد الدار، كيفاش جيتو نتوما اليوم عطيتونا 4200 درهم. فقلت لهم علاش كنتو كتشم يعني القطاعات ديالكم شحال كنتو كتخسروا؟ مكناش عارفين، قالوا لينا مكناش عارفين. قلت لهم 6000 درهم هي كنت كتخرجي 9000 هي مضمون الشغل، حنا ما كنسمعوش البطالة، حنا كنسمعوها إعانة على مضمون الشغل، يعني أو لا مشجع على البطالة، ما كنشجع على مضمون الشغل، بدأت من هذا ومن هذا الشهر 12 من 14. يبقى لي السؤال الواحد في هذه المنظومة وهو حوالي الشغل الرقمي، يعني معنا الناس ديال اليمين، معنا الناس ديال البي بي بي، معنا الناس ديال هذا جيدة، هذا تجربة نقولوا خصو مقام وخصو مقال، ولهذا ليس الوطن مع الدار الضغط. اي احنا هذا امل وسمى ليه، لان كنا كنقول لقاء مع السي المدير الجهوي الطاقم ديال النظام الاجتماعي، نظرا ان ولا ما خصناش ننسى بابا ان النظام الاجتماعي من بين اول مصالح الاحباط سين غير من بعد التاسيس، انا هو كتقول لي خص وقع وتتقول بلاش غادي نمشي نزيد عليها غير في الوقت بلاش دينا نقول ان المصالح ديال الوحدين لي زاسيور لي زافيكين تبقى حتى 2014 من الاولى 2014 شهر 4 عاد سمح لي هذه الفرصه باش المنخرطين يبداو بعدا نبداو نديرو الخيارات في الوكاله هنا الاخوه المحاسبين مواجهين هذه المخاطر تكون عندك تاسيس ديال الشركه كتمشي دير الخيارات دابا هذا بعدا راه مساله مختصه علينا ولكن في نفس الوقت باقي واحد العدد ديال المنخرطين ملحقين بوزاد اذا الخدمات اللي كنحصلوا عليها في الوكاله ديال النظام الاجتماعي فيها المؤمنين فيها الاتفاقيات ديال كونفونسيونيل ديال مع الدول ديال النشاط وفيها الخدمات ديال المنخرطين ولكن بصفه جزئيه اخر مثال فين دابا مثلا شكون في الاغراض ديال الوكاله ديال النظام الاجتماعي هي وزاد وهنا باش غادي نهضرو فيه راه خصنا نجربوه من اي صفه ديال اي نزاع ولا اي صراع حتى تمشي هو الوزاز الاغلبيه ديال اللي تيجيو تتحاول كذا عباره عن بنايه من طرفين فيها لا حاجه استقباليه فيها الانتظار فيها هذا اللي عم يصير الوزاز ولكن هنا في اطار المؤاخذات غادي تخليوني نسال معكم اشنا هي الدراسه اللي جات ان الافتتاح ديال الوكاله ديال النظام الاجتماعي بلاصه الحاتم غير تكون الكراج لان المقر الحالي ديال النظام الاجتماعي الصغير كراج
غادي يجي يسمى الرضا للنظام الاجتماعي بحالو بحال شي بيع شي طريق غيفتح الحمام. اشنا هي الدراسه اللي طراتها لي؟ واش العدد ديال المنخرطين في التمويل ضعيف لهذ الدرجه؟ ما عندناش احصائيات مضبوطه على النظام الاجتماعي، ولكن انا كنظن انه راه خدينا لي باكونتي مساعدة على الاخوان الباحثين، لي باكونتي عندنا ما يفوق 4000 باكونتي. إذا كان عندنا واحد 2000 ولا 1500 هو اللي طافي ديال الكوزات، راه تنظن ان 2000 ولا 2000 راه بالنسبة كبيرة تحسها مطر. إذا كان ناخذوا على العدد ديال المؤمنين يعني لي زاسيوري، راه غادي يسمع عندنا ما يفوق 10000 مؤمن. يعني تعطيك السيد المدير الجهوي بعض المزايا، ولكن لم يتفرغ الى العديد من المشاكل التي يعاني منها العديد من المشغلين وكذلك الاجراء. ومن بين هذه المشاكل بالنسبه للمشغلين فبعجاله، يعني هناك العديد من المشغلين تراكمت عليهم العديد من الديون، اللي عنده 18 مليون، اللي عنده 20 مليون، 30 مليون، وخاصة الانخراطات ديالهم كانت انخراطات من 1993 ولا من 2000، ودائما هناك فعلا كاين مشكل، يعني يمكننا نحلل سوريا على الشخص هذا، ولكن 1% ديال سوريا راه ديال الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي، واللي كانت مسؤولة باش يكون يديروا واحد العدد ديال القويات اللي ديكية اللي يمكن تزودوا بها جميع المنخرطين. خصنا نلقينا الذهب كل الشهور، لان كاين فرق في هذا الشيء، كاين بعض الناس ديال الخليج ما عرفوش ما هو الدور اللي تيشغلو الضمان الاجتماعي، لان حنا كنعرفو لا كاس دو سيكوريتي سوسيال فرنسا عندها دور مهم، ربما لا سي اس اس هنا غادي تكون بكثر، لان حنا يلا المغرب الحمد لله قياده جلاله الملك نصره الله تمشيو للبلدان، ولكن العمال الخارج صور لقاءات خاصه لا سيما تنظر نسلك المدير الجهوي باش يجي معاه دوك الناس، لان عندهم واحد المكتب خاص المعقد الوطني خاص بالعمال الخارج. إلا خصنا نحل الحماس جيبوا إعلان تيكون لقاء تواصلي مع الهيئة المنتخبة والسلطة المحلية شرقوا الشمس الساعة، ثم تيكون لقاء العمال وثم غادي إن شاء الله نشوفوا ونتواصلوا الحوار باش نفهموا الناس الدور اللي تتعب لا سي اس اس، هذا من جهة. وثاني سعادة المدير الجهوي اللي جا باش يدير معنا هذا اللقاء، تنشكرو مزيان اللي تيلغيو مدينة وعملها جديدها، وخصها موظفين اللي عندهم رغبة في الخدمة اللي باش يتعاملوا في المكتب ديال سي اس اس اللي هو ماشي مكتب كما قال الاخر، راه ماشي مكتب على المستوى ديال تيلغيو. انتم فوالا زعما سي اس اس تبعها شحال من خدام، وربما لي دوسيي اللي كاينين هنايا سبعه ديال فوالا زعما، والله يجزيكم بخير، وطبيب معنيين ما عرفوش المستوى، وإلا صدى الحال تبليو لنا واحد لا بوليك ديالي بوركوا با لأن عندكم الفايض. وشكرا. السلام عليكم. أنا مقترح المؤسسة التي تصرف وما هو المانع؟ يعني انا اعيش هذا المشكل شخصيا. النقطه الثانيه حول مزيد من التوضيح فيما يخص العلاقه بين النظام الاجتماعي المغربي والدول الاوروبيه وخاصه اسبانيا التي هاجمتها الازمه وبقي كثير من الاجراء بدون عمل وبدون تعويض. تم إعداد ما يقارب 16 تصريحا. أولا إقرار المزيد من اللقاءات التواصلية وكذا التحسيس بالموضوع، تعزيز قوة المنطقة العمالية بين مختلف القطاعات
بين مختلف طبقات عمالنا في الإقليم، ضرورة وجود تواصل بين المتدخلين في القطاع لتذليل الصعوبات أمام المنخرطين، دعوة الجميع إلى انخراط الضمان الاجتماعي إذ يعتبر واجب وطني، تنظيم أيام زرع الاستثمارات العامة بما يضمن العام العدالة الجغرافية والنوعية، توسيع مدرسة الضمان الاجتماعي بما يضمن مساعدة جميع الفقراء، توفير مراكز وبرامج التدريب والتأهيل لدعم قدرات أصحاب المشاريع الصغرى.